أنا رنا سيد سليمان، فنانة تشكيلية، تخرجت من كلية تربية نوعية قسم إعلام تربوي. موهبتي طبعا بدأت معايا من زمان قوي، من 9 سنين تقريبا، من سن 9 سنين يعني بدأت بالنحت بالصلصال اللي هو بتاع الأطفال. الحمد لله بدأت ألفت نظر اللي حواليا، يعني مدرسات الرسم وكده بدأوا يبقى فيه فيدباك للموضوع، وبابا عرف ان انا يعني عندي اهو بوادر موهبة وكده، بدأ يدعمني طبعا، آمن بيا جدا في وقت احنا في عيلتنا اصلا ما فيش حد له في الفن والكلام ده، فان طفلة صغيرة تبدأ تشكل وتعمل اشكال من الذاكرة، يعني ما فيش حاجة مثلا ريفرنس برجع له او حاجة، كانت دي حاجة كويسة جدا. حيوانات بقى كل حاجة، يعني انا فاكرة اول تمثال انا عملته كان قد كده، هو بالظبط كان قط فرعوني من الذاكرة، ما فيش اي حاجة بصيت عليها مثلا وقلدتها بالصلصال، انا كنتش بستخدم اي ادوات خالص، كانت هي ايدي وبس، يعني ما كانش فيه اي امكانيات وما حدش فاهم هي بتعمل ايه. فجأة كده يلاقوني طالعة بعمل حاجة، بابا بص فيقول لي ايه ده فظيعة وكده. حتى كنت باخد الاعمال دي وانا رايحة المدرسة، يعني كانت المدرسات هناك ينبهروا بيا وكده. فالحمد لله كان بيقدم لي بقى في مسابقات للنحت والحاجات دي تبع قوات المسلحة، والحمد لله والله يعني كنت بكسب كمان وباخد مراكز وكده. كان أول لقاء صحفي عملته كان عندي 13 سنة، كنت صغيرة جدا إن أنا بقى في وسط صحابي كده متلمعة وفي يعني في أضواء عليا وكده، كانت حاجة جميلة جدا. قلت خلاص ابدا اشتغل اعمال يدويه، انا اشتغلت على فكره اعمال يدويه كتير، يعني كنت بدور انا شاطره في ايه، اشتغلت كروشيه واشتغلت حاجات كتير جدا وخامات كتير، لحد ما لقيت نفسي طب نرجع تاني للنحت نفتكر بقى الحاجات بتاعت زمان دي. فبدات اعمل لبنتي انشطه، كنا عاملين يعني نشاط كده عن البيئه الصحراويه وجمل وحاجات بسيطه جدا. بقول لها الحقيقه جودي ده انا لسه بعرف اعمل الحاجات دي، طب ما تيجي كده نعمل كذا حاجه للمدرسه وكده. وفعلا بقيت كل فتره اعمل لهم نشاط، اللي فتح الباب بقى عندي بدات الصحفيين تشوفوا ايه ده، دي ربه منزل بتعمل حاجات زي دي وكده. بدات الناس تشوفني بقى، مش بس الاصدقاء والاقارب وكده، لا بدات الدنيا تتفتح، بدأت الناس تقول ايه بتعملي ايه والدنيا ايه كده. الحمد لله بدأت بقى اركز في فكرة ان انا طب انا عايزة اخلي الموهبة دي مدعمة بالتعلم، يعني حاجة ازاي بيصغروا، انا شغلاها فطري مش على اساس. فبدأت اخد ورش الحمد لله، من اول ما بدأت انطلقت، يعني الحمد لله كان المكت اللي هو مكنة الخياطة دي انا فاكراها قوي، كانت في بيت جدتي فعلا، مكنة الخياطة دي كانت بتستهويني جدا تفاصيلها، انا اتأثرت بشغل الاجانب قوي بس حبيت امصره، يعني حبيت اعمل المكت مصري شوية مش زي الاجانب، وهي دي كانت الانطلاقة وبصراحة كانت قوية يعني. وبعدها بقى عملت صفحتي والناس عرفتني ويعني وصلنا بقى، بدأنا نتطور وبدأت أركز على الأعمال الشعبية، المكت اللي هو بتاع الأسبوع وقعدة عصاري، الاتنين دول كانوا بعد التوقف دام تقريبا سنة وشوية. يعني معظم أعمالي على فكرة هتلاقيها فيها حياة، مش مجرد تصغير كتكنيك بس، لا ده في حياة وقصة بنحكيها من خلال العمل. يعني لو أنا قاعدة للمكت وأخلصه في 10 أيام، شغلي كله يدوي الحمد لله، فضل ربنا مش بستخدم أي حاجة فيها مكان أو حاجة، أنا بستخدم قطر مقص مثلا، بنلزق بالسوبر جلو، الألوان الجواش عندك، الألوان البلاستيك، أنا معظم شغلي بلاستيك لأن أنا ببقى عايزة الإحساس يبقى نفس اللي هو بتاع الحيطان العادية، يعني مش برا الموضوع. بنستخدم عجينة السيراميك كخامات، الخشب أنواع خشب، يعني مثلا المكت جسمه بيبقى MDF علشان يبقى قوي شوية، الخشب اللي جوه ده بيسموه خشب البلصة علشان سهل التقطيع واللزق وكده. في برضو خافض اللسان اللي هو بتاع الدكاترة ده، بنستخدمه برضو في التفاصيل الصغيرة،
بس هي دي الأدوات اللي أنا بستخدمها. الورشة دي يعني كانت حلم والحمد لله حققته على الواقع. احنا بدأنا تقريبا بقالنا 3-4 شهور مش كتير يعني، فالحمد لله الورشة لقت صدى كويس، الناس بدأت تتفاعل معها كويس، والحمد لله شغالين دلوقتي مع متدربات. هي طبعا ميزتها ان هي اونلاين، فأنا بوصل لأي حد من مكاني.